بتحس اليوم، بتحس اليوم انك انت حقك فنيا مغبون بسوريا لانه ما في جهه فنيه تبنتك تبني مطلق، مثل مثلا هلا ذكرت الليمبي مثلا بمصر او شيء، بتحس بظلم انه لا انا على فكره بزعل. شوفي ما بزعل لانه ما حدا تبناني، بزعل لانه لسه نحن ما عندنا عالم سبونسر. ايه يعني السبونسر هذا لسه ما صار عندنا، يعني هذا اذا ما صار عندنا على فكره مستحيل يتطور الفن، لانه الدوله غير قادره لحالها مع يعني انه تنتج مسلسلات لكل هالعدد اللي صار من الممثلين، والمنتجين اللي موجودين نصهم مهرهر يعني، نصهم على فكره يعني بده تحويل اوراقهم على المفتي العام، يعني ما لهم علاقه بالقصه، يعني بيجوا يكون معهم مليونين ثلاثه بيعطوها لشاب بيروحوا بغرفه واحده بيصوروا مسلسل. يعني في ناس على فكره يعني مثلا اعتزلوا كره القدم اجوا صاروا ينجوا، واحد سكر محل فلافل اجى بده اي اميه لانه يعني صار في اميه. فانت لما بيكون عندك معهد من عام 80 81 عم يخرج دفعات ولعام 2018 لا زال لحتى النقاد، ولا زالوا هدول النقاد اللي بيجوا كل واحد لسه معه اميه ما معه بده يقعد يقود المساله الفنيه بالبلد، اكيد بده تروح على الخراب.